عموما تمريره حلو من سيرجيو درويش عند أنتوني مايلز. ما بيعجبني الشوتينج عنده لكن بيعجبني تمريراته والدرايف على الباسكت. وأي تي أتير ماجوك بيأتي بأول باسكت لأنه بالجيم 5-2 أي تي الوحيد اللي سجل لغاية الآن لنادي بيروت. سيرجيو درويش بيعمل الدرايف على الباسكت. جود جاب لسيرجيو. بيظهر سيرجيو درويش سلامات يبدو ما رح يرجع على أرض الملعب ما بعرف إن شاء الله بيرجع. الكرة فيها درايف لأنتوني مايلز. جود جاب لأنتوني مايلز. اللاعب اللي بيعملنا الماجيك على أرض الملعب رائع جدا أنتوني بيروح all the way 4 نقاط 4-0 run رح يكون غاضب جدا مدرب النادي الأهلي 4-0 run رح يكون غاضب جدا الكوتش أغوستين الكوتش الإسباني. شوف كيف أطحها حلو هالفيجن روعة هالستيل up and دور على الأهلي المصري لطلب الوقت المستقطع. ماجوك بالمرصاد 3 points على مسؤوليتي يلا على مسؤوليتي 3 points الأولى بعدها time out. واو 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 مش معقول مش قلت لكم على مسؤوليتي مش قلت لكم أول 3 points ومش قلت لكم أول time out. محاول درايف على الباسكت شوف دفاع الأهلوية رائع دفاع الأهلي لكن هالمرة بيعطي open shot و 3 points جديدة و 3 points جديدة لبيروت هي الثانية بالجيم. واحدة لأتير ماجوك واحدة لرود أنتوني مايلز صاحب 6 points. لوين الكرة أعطينا الكرة أعطينا الكرة هنا 3 points وأنتوني مايلز عم بيضرب من الداون تاون وحاليا ثالث 3 points بالجيم وحاليا نقطته التاسعة في المباراة روعة. ديان بيجي من البنش واو نايس سبن لكن فيري جود ديفنس دفاع ولا أروع على الأهلي المصري وكرة ما بدي أقول عنها لاكي ما بدي أقول عنها لاكي كانت حلوة منه إلا إذا ما كان منتبه عشان ما نظلمه. أنتوني مايلز عم بيكون أون فاير روعة. أنتوني مايلز عم بيسجل أنتوني مايلز نقطته 14 بالجيم. أنتوني مايلز أنتوني يبحث عن ماجوك لكن ما زلت عند كلامي إنه إليشا معون رح يظهر بعد لحظات. عموما أتير بيتعرض للدفاع رغم ذلك أتير ماجوك عم بيسجل وعم بيلعب على فكرة مباراة كبيرة صاحب 9 نقاط أتير أول مرة عم شاهد درايف من بعيد وبطريقة اللي بطبيعة الحال لاعب الارتكاز الشهير لكن قبل هيك اي تي بيضرب على الثري بوينتس مرتين انا ما بتذكر انه سجل خلال 5 سنين ثلاثيتين ورا بعض. في ايلي رح يظهر قلت مصمم انه رح يظهر مش قلت لكم انا ما بخبي عليكم ما بخبي على متابعينا عبر دبي الرياضيه اينما كنتم قلت ايلي شمعون رح يظهر. طب ليه ظهر لازم نقرا هذا ديال المفروض تعمل دانك بوستر حلو كتير. عموما جيرار بيحاول تحت الباسكت وبيسجل جيرار هذا ديال نقطه السادسه من البنش لعيب بيجي من البنش وعم بيسجل نقطة السادسة وعم بيكون very aggressive ومركز بشكل كبير. هذا من كان يوما ما التحكم بالكرة very good defense للأهلي مصري. إيهاب أمين لكن تلعب فيه كيف ما شاء كيف ما واو 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 ارحمني 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 مش معقول شو عم تعمل. مش ثواني أخيرة 4 hand off هايك بياخد كرة على 3 نقاط واو البيروتية واو البيروتية عم بيكونوا on فاير. وين كان مشكلتهم كمان نسبهم متدني على الفري ثروز وإلي شمعون بيروح باللفت هاند بيسجل نقطة على الثري بوينتس الضايع. ليش الاستعجال الكرة فيها فاست بريك اللبنانية وفيها أنتوني مايلز نقطة 19 بالجيم 19 نقطة لأنتوني مايلز وبيدخل أي تي ليكون عنده تمريرة حاسمة مع 2 بلوك 12 نقطة و4 ريبا اكسترا باس عند رود واحدة من تنتين لرود بالجيم تنتقل من 3 وكانوا عم بيسمعني فيري جود جاب لي رودريغ عال. عاجبني على فكره رودريغ عال بهالبطوله طريقه ممتازه الرواء وسبب هالرواء خبره كبيره لرود اللي قدمتهم مصر واهم لاعبي الارتكاز اللي قدموا. واو 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 اتير ماجوك عم بيرد الان وبي 3 بوينتس له بالجيم والنقطه رقم اللي اتي ب 3 بوينتس على فكره كل فريق سجل 8 3 بوينتس واتير عم بيلعب بيج جيم مش معقول اتير ماجوك الاهلي المصري في مختلف البطولات 3 مرات كان في الفاينل وأنتوني مايلز بيخليهم 10 3 بوينتس 30 نقطة وأنتوني مايلز بيأتي بنقطة 22 بالجيم في الدوري الصيني مايك هاريس بطبيعة الحال واو هنا 3 بوينتس لأنتوني مايلز بيضرب عنده ثقة بنفسه عنده ثقة بنفسه لكن 1 من 6 على الأرك وهايك يظهر بقيمة كبيرة الآن بأوفنسيف ريباوند مع أول باسكت بالربع الرابع. شوف هالأوفنسيف ريباوند رغم أنتوني مايلز أنتوني عم بيتنفس وبياخذ راحة مش قلت لكم عم بيتنفس عم بيريح نفسه ليضرب ويستفيد من السكرين 74 69 سابع 3 بوينتس له بالجيم اعتقد الان اثنين ريباوند عالي وبلوك عالي الرود ضاعت الوقت المستقطع بيقترب لكن هايك حاضر صدقوني لو كان جرر حداديان راح يساعدهم تحت الباسكت اكثر جرر 2 بوينتس اهم من 3 بوينتس 2 بوينتس ممكن ترجعهم لسه بالجيم وحاليا 3 بوينتس بتنزل الفرق نقطة واحدة واكيد على الفاول استراتيجي راح يشتغلوا الان وهنا في فاول ضد مايكل تومسون طبعا الأولوية كانت للتو بوينتس لكن لو سجلت 3 بوينتس اكيد احسن لانه الفرق بينزل لنقطة وقلت لكم اللاعب رقم 10 ما راح يهدى ما راح يعطوهم فاول لكن مطالبين بيروت الان يعادوا الارقام و3 رميات حرة
رميات حرة كل ليلة كل أسبوع في كل مباراة. بذكر ممنوع تعطي لاعب 3 رميات حرة، ممنوع تعمل كلوز أوت بهالطريقة. ما بدي أقول السيئة، الغير مناسبة. الكرة حاليا بملعب نادي بيروت ليسجل 3 رميات حرة ويروح للأوفر تايم، مش معقول هالكلوز أوت. أنتوني مايلز عنده فرصة لمعادلة الأرقام الأولى بنجاح. واو، رح أقول لك موت، رح يكون إسباني للأهلي المصري. تنتين من تنتين، الروعة. لا سوبرين تاي جيم مشاهدينا الكرام، 82 82 رايحين على التايم اوت للإسباني. واو.